عمل تربله، مع ان حيش علينا هوا كتير جدا ومطره، بس الصوت اللي هو صوت الهوا ده مش عارفه انا اشيله اطلع اشيله تاني ولا اسيبه ولا اعمل ايه، لان احنا لما بنيجي نخبط تحت الشوايع في الشوايع تحت منه كده بيحوش علينا هوا وبيحوش تراب وبيحوش حاجات كتيره جدا، بس الصوت اللي هو عامله خلانا نقوم جري كلنا مش عارفه في يعني ايه. يلا الحمد لله نحمد الله ونشكر فضله. الهواء بقى مش عايزه اقول لكم، يعني كل الهواء كمان في التليفون مش بتسمعوه، بحاول اربط السكه حتى المشمع اللي انا كنت حاطاه على دار المطره اهو طار هناك اهو. هوا هوا فظيع والله العظيم، الصبح كده قمنا اتخضينا معرفش، بس الجو مقلوب والحمد لله. هي كل المشكلة ان ده بيعمل صوت جامد، ربنا يهدي الامور يا رب، ربنا يهدي الامور ويجعلها. جينا بقى ايه قلنا بعد ما الهوا يخلص كده، معلش بقى ممكن تكونوا ما سمعتونيش عشان الهوا وصوتي كان واطي، فكتر الهوا والدب والرزع في قلب المشمع عامل صوت فظيع يعني والله اتخضينا كلنا، بس هو الله وكيل ما اقدرش اشيله لان حسيت اللي هو شايل الحيش نطره وحيش هوا وتراب علينا في القعده دي كده من فوق، يعني مش عايزه اقول لكم، بس قلنا الحمد لله ان كان على شويه الصوت ادي احنا بنستحملهم مع بعض. يعني جينا بقى ايه نجيبنا بقى ايه شويه لحمه، ايه يعني شويه لحمه قيمه إيه 5 6 كيلو، يعني ام حوده ايه بزوطتها. يعني عندي بقى ايه احمد ما بيمسكش اللحمه النيه دي خالص، بيقول لي كده، ما قلت له هتمسك قصادي يا احمد يلا عشان نقطع نفتفتها يا احمد. بصوا كل واحد يشم شمه كده يشم شم. كنا جبنا كيلو كيلو الا ربع، الله وكيل يعني عشان حق ربنا كيلو الا ربع، وكانت عندي حته ماسوره وحتتين كمان كنا مفوضينهم من الشهور الباقيه يعني من الشهور اللي فاتت. حبيب قلبي والله يعني قعدنا القعده دي والله كانت كلها ضحك، مع ان كله كان ملموم حواليني كده وكله كان قاعد. احمد بيقول انت يا راحه وين فين يا ماما، قلت له هعين الحته دي، هتعين ايه يا ماما ده احنا لسه جايبين اللي متعانا، قالوا ما احنا هنجيب الجديد ناخد الجديد ونعين ناخد القديم ونعين الجديد اهي. قعد يزعق يا ماما مش هينفع يا ماما حط اللحمه يا ماما، قلت له طب ما كل واحده انا حطيت على قده حته، هو في ايه يعني طمع يعني هو ولا ايه بالظبط يعني طمع اهو. شفتوا بكلفتها ام حوده دي مفتريه على فكره يا جماعه مفتريه. طب انت ده كان الحته اللي معاكي كيلو الا ربع حطيتي ايه بقى انت؟ اه الدنيا غاله، اه كل واحد شم شم مفتريه يا ام حوده من يومك. اللهم صل على سيدنا محمد، والله ما احنا عارفين نعمل ايه يا جماعه اقسم بالله، وفعلا قلت لمحمد خد حطها في الفريز. اه بيقول انت هتحط ايه؟ بقول له ايه يا احمد الايام اللي جايه لسه صعبه ما احناش عارفين فيها ايه يا احمد حرام عليك يعني. فقلنا يلا خد حطها بقى لرمضان كده وعليك خير. حطينا بقى ايه الحته الماسوره وحطينا الايه كام حته اللي هي كانت بايته وحتتين كمان، يعني كل واحد خد حته كده اهو. نعمه فضل من عند رب العالمين، هنفتري يعني هنفتري يا جماعه؟ لا طبعا مش هنفتري حرام والله العظيم، يعني الكيلو اللحمه ب 240 جنيه يعني خلاص داخله خلاص اهي بقى هتبقى ب 260 جنيه، المره الجايه لما نروح نشتريها هتبقى ب 260 جنيه، مين اللي هيلاحق؟ والله ما هنلاحق. هي لحمه الراس بقى ايه الحمد لله بعد كده نشتغل عليها، عليها النعمه زي العسل وطعمها لذيذ وسكر كمان بتنزل شهد كده. قعدت بقى ايه بقى مع نفسي كده، بس كان حسيت ان الهوا مش على فكره والله. شلنا بقى الرمه بتاعتنا كده وظبطنا الشوربه بتاعتنا وخليناها بقى ايه مشهيصه كده وعسل، واحمد بقى ايه بقى يناولنا، انا قاعده اطبخ واحمد يناولنا. احمد بيطلع لي ايه بقى مش عارفه لسه، بيطلع لي ايه يا احمد؟ اه شطه. بص احمد عشان احط شطه في الشوربه، قلت له قوم من هنا يا احمد ازاز لسه ما شفتهاش على فكره شطه، بقول له ايه دي شطه. احمد على فكره روحه حلوه يعني ودمه خفيف زي الواد حوده كده يعني، بس ايه مع نفسه يعني بيحب يفضل مع نفسه. حطينا بقى الطماطمايه وحطينا بقى شويه الفلفل اهو والبصلايه وايه، وقعدنا بقى مع نفسنا لان الحته دي فيت على فكره والله بعد ما كانت دب 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 هواء امشير امشير.
فبحبكم جدا جدا في الله والله، بتمنى يعني انا بحبكم والله من قلبي، ربنا يخليكم ليا ويجعلكم دايما سند وظهر ليا يا رب. بتعمل عايز ايه يا احمد؟ بيقول لي اه بيخلخني عشان يضرب محمود، نائر ونقير يعني ايه؟ شوف يا ماما ما اعرفش يروح جاي لطش محمود بالقلم. بقول لكم ينفع كده يا جماعة؟ ينفع كده محمود بيضرب احمد بيضربني؟ قلت له لا ما ينفعش طبعا، الكبشة في ايدي. كنت عايزة اسيب لكم الدنيا كده حيصة ليصة كده، لازم انا ايه بالمقش. طب خد بقى انت بالمقشة بقى. كان عندي اللهم صل على النبي، كان عندي سبانخ بايتة من امبارح يعني، كنت عاملاها بالليل كده، وقلنا بقى نعمل شوية رز. احمد يقعد يولع لي، بس انا كنت ايه، قال لي ما تخافيش يا ماما، يا عم استنى هتاخر، يقول لي ما تخافيش يا ماما. من هنا ومن هنا اهل الحمد لله ولعت، بقينا عرفنا نولع اهو، عرفنا نولع اهو. حبايب قلب ربي يسعدكم ويبارك في عمركم وما تحرمش منكم ابدا. كل اللي بيشاهد لي الفيديوهات وكل اللي بيحط لي اللايك يسلموا ايديكم يسلموا ايديكم يسلموا ايديكم. بتعبكم معايا والله، انا عارفه بكم كومنت اللي انتوا بتكتبوه لي، بس ده تفاعل على الكومنتات. بحبكم في الله يا احلى واجمل اخوات في الدنيا، روحوا اليه تتهنوا وتنسعدوا، وربنا ينجح لي ولادي وينجح لكم ولادكم، اللهم امين يا رب العالمين. ورينا بقى يا ام حوده كده، ما تورينا يا ام حوده بقى عملت ايه، ورينا كده انت عامله لنا ايه في الحل، مدالنا كل واحد شمه ولا ايه، بتسوي ايه بالظبط، ورينا كده. قاعدة على فكرة جميلة ان شاء الله بإذن الله، لغاية اتفقت مع واحد بتاع الألمونتال يعمل لنا مطبخ خفيف كده، بس قال هيكلف بتاع، هيخش في 4000 جنيه يعني، يعني بصوا دمار. خد المقاسات بالفعل وقال انها هعمله لكم بالقسط ان شاء الله، ايه كل شهر كده اديله اي حاجة يعني، جه يعني رأف بالحال كده. قلت له يا عم والله عم محتاجين مطبخ وكده، بس هعوز هعمله قسط، معلش تستحملني. قال له ماله يا ستي، كانت يعني احنا الناس لبعضها. وراح جاي خد المقاس، قال مش هعمله كامل يا جماعة زي الاول كده، لا انا هعمله يعني بتاع يعني متر متر، اقل من متر كمان، ممكن يكون اقل من المتر. حطيته خد المقاس وان شاء الله بدأ فعلا يشتغل فيه، لاني هاخد هدفع له بقى ان شاء الله كل شهر حاجة كده عشان الدنيا تمشي معانا، لاني يعني 4000 ولا اكتر ولا اقل ما اقدرش اسدهم مرة واحدة. انتوا عارفين الدنيا وعارفين الحال عامل ازاي، انتوا عارفين الدخل والله ما فيش اي دخل خالص غير معاش ولادي، اقسم بالله ما في غير معاش ولادي، وربنا يخليكم ويسعدكم، انا بحبكم في الله. بس والله القعده دي جميله يعني، يعني لو الراجل عمل لنا مطبخ هنتحرم من القعده دي بقى يعني، يرضيكم لنا اتحرم من المكان ده. طبعا التصوير الواد مش عارف يجيبنا عدل يعني، كلنا كنا قاعدين مع بعض حوالين بعض، بس الحمد لله يعني بتبقى يعني عيب في التليفون او عيب في الكاميرا كده، بس الحمد لله الدنيا ماشي الحال اهو، لغايه باذن الله باذن الله ربنا كرمه قريب. انا عارفه والله اللي ربنا كرمه قريب باذن الله. كفايه ام حوت عجنت الرز يا ام حوت؟ لا والله ما اتعجن، ده كان زي العسل وكان مفلفل، وهغرف لكم دلوقتي اهو وهنوريكم مع بعض اللي هو زي العسل، ولقمه هنيه تكفي 100، وان شاء الله مع بعض باذن الله هنعمل المستحيل، بايدينا بايدين بعض وبايدكم ووقفتكم جنبي بدعمكم ليا بحبكم ليا هنعمل المستحيل، وهنعضي بحور كمان، صح ولا لا؟ قولوا صح بقى، اللي وصل للكلمه دي يقولي صح يا محمود، هنعدي ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك لي في عمركم ويخليكم ليا، بحبكم في الله. اهو بص بقى الرز، قشطه قشطه يا عم، ايه الحلاوه دي يا ام حوده؟ ايوه كده ظبطي وضبطي اهو، فلفل الرز اللي هو حبه بحبه دي بقى مفلفل وزي العسل. الله جاريتي رقيه مفتريه من اللي يجي يقعد معايا بقى ياكل رز وايه وسبان. طبعا ايه قلنا ناخد نمسح زورنا، بس كنت جعانه على فكره قوي ما قدرتش استنى بقى اهو، قلنا احطها بقى شويه رز كده، واروح جاي راحه على الحله بتاعت السبانخ، واحط معلقتين سبانخ على الوش كده على الوش. انا بحب بص احط الطبيخ والرز على بعض، دي ده يعني مش ده يعني، انا بحب اعمل كده اهو. شوفوا بقى الله، قلبي بقى يا ام حوده كده وظبطي المسائل على ما اللحمه بتاعتك تستوي يعني، انت هتقعدي اهو بص بقى حطي يلا يا ام حوده عشان شمتيني اهو، قلب بقى وناكل ونشهيص مع بعض. الله الله ما قدرتش على فكرة استحمل لما اللحمة تستوي، كانت زي العسل كده، والأكل سخن في الجو ده كده بقى دفي دفي دفي. رأيك يا محود عسل؟ أيوة أيوة أنا عسل عسل. شفت الحركة بتاعت المفترية دي؟
الله، صحة وهنا، صحة وهنا يا أمه، ده مطرح ما يسرين، بس كان سخن عليك عسل. ماشي يا غمازات، عايز ايه يا محمود؟ يلا يا ماما، انت نسيتيني ولا ايه يا ماما؟ لا ما بنساكش، تعال. اه دي يا محمود، على طول محمود لازق فيا كده، اي حاجة ادوقها، اي حاجة اكلها محمود معايا فيه. حبيب قلبي اللي انا بشكركم جدا اللي وصل معايا لغاية هنا. بصوا اللحمة، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.